بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المحاضرات مخصصة لطلبة مناهج البحث العلمي لقسم المحاسبة والمراجعة كاستكمال لباقي محاضرات الفصل الدراسي الثاني. عفوا، أساليب القياس والتخصيص أوزان. ماذا يقصد بالقياس بصفة عامة؟ القياس هو التعبير عن أحد خصائص الظاهرة المستهدفة بالقياس في شكل عدد معين من وحدات القياس. والقياس يكون بصفة عامة سهل جدا في حالة الظواهر أو الأشياء المادية، زي ما نقول قياس الطول، العرض، الوزن، الكلام ده، لأن هنا وحدات القياس تبقى وحدات مادية. أما في حالة الظواهر الوصفية يكون القياس الحقيقة قياس يتسم بشيء كبير جدا من الصورة. ماذا يقصد بقياس الظواهر الوصفية؟ ظواهر وصفية زي ايه؟ زي على سبيل المثال لما نيجي نقول نسأل مستقصى منه وقول له هل توافق على هذه العبارة مثلا؟ يقول اوافق بشدة، اوافق الى حد ما، اوافق. هنا ده ايه؟ قياس وصفي، وصف الوزن لكن ما حولهوش الى قياس كمي. هنا لما بيقول لي اوافق بشدة بيحدد ترتيب لخاصية معينة قياسا على مدى تواجدها في الاشياء الاخرى. اوزان القياس، هناك عدد او انواع عديدة من اوزان القياس. في الاوزان الاسمية اللي هي اعطاء رموز لاشياء معينة عشان نقدر نميزها ولا يمكن الاعتماد عليها في اجراء عمليات احصائية او في مجال البحث العلمي، زي ما ندي نقول لاعبة الكورة ده رقم واحد، ده رقم اثنين، الغرض منه بس التمييز. الاوزان الرطبية اللي هي يقتصر دورها على ترتيب الظواهر تصاعديا او تنازليا، ولا تصلح برضو لاغراض اجراء عمليات احصائية، زي ما نقول ترتيب الطلبة الاول الثاني الثالث. الاوزان النسبية وهي من اهم انواع الاوزان. يبقى الاوزان النسبية من اهم انواع الاوزان، وهذه الاوزان تستند الى قيمة مطلقة هي الصفر، ثم تتحدد الاوزان على اساس بعدها عن الصفر او نقطة انعدام الوزن. وهذه الاوزان غاية في الاهمية وتصلح للاستخدام في العمليات الاحصائية وفي مجالات البحث العلمي. مصادر اخطاء القياس، قد يكون مصدر اخطاء القياس المستقصى منه، يعني في مستقصى منه هنلاحظ ان هو بيتظاهر انه يعلم بواطن الامور ولا يخفى عليه شيء، وهو ما يدفعه الى اعطاء اوزان عشان ما يبانش جهله قدام المستقصي. في اخطاء تتعلق بالموقف نفسه، قد يكون مستقصى منه تحت ضغوط الوقت عن تعبئة استمارة الاستقصاء، وده بيخليه ينتهي منها باسرع وقت على حساب الدقة، زي ما نروح لراجل مهم جدا مسؤول كبير ونديله قائمة استقصاء طويلة عريضة ويحرج، هيضطر يعبي اي حاجة عشان يخلص منها وخلاص. القائم بالاستقصاء، ممكن القائم بالاستقصاء يمارس سلوكا بشكل معين يدفع المستقصى منه الى الاجابة في اتجاه معين. مثلا قبل ما نسأله السؤال ممكن ندير حديث معه، ننتقد بشدة بعض الأشخاص اللي جاوبوا بشكل معين، يوم هو يضطر ياخد اتجاه مناهض. قد يكون مصدر خطأ القياس أداة القياس نفسها اللي هي استمارة الاستقصاء. امتى تكون مصدر لأخطاء القياس؟ لو فيها مصطلحات معقدة أو غير مفهومة أو تحمل أكثر من معنى، يبقى هنا المستقصى منه هيضطر يجاوب بأي شكل خلاص
وبالتالي هيكون في اخطاء للقياس. ازاي نقدر نتأكد ان القياس بتاعنا قياس فعال؟ ما هي الاختبارات التي يمكن القيام بها للتأكد من ان هذا القياس قياس فعال؟ اول نوع اللي هو اختبار الصلاحية، اللي هو صلاحية أداة القياس أو قدرتها على قياس ما يفترض قياسه أو قدرتها على التعبير عن الظاهرة موضوع القياس في شكل عدد معين من وحدات القياس. اختبار الصلاحية معناه ان احنا نبحث عن دليل نستند اليه في الحكم على صلاحية هذه الأداة، وفي ثلاث أنواع من الأدلة. صلاحية المحتوى يعني إلى أي درجة تعكس مخرجات عملية القياس فروق حقيقية ودقيقة بين الظواهر الخاضعة للقياس. هذا الجانب الحقيقة من أصعب الجوانب في الحكم على الصلاحية، ويعتمد على الأحكام الشخصية، وممكن نستعين بأشخاص ذوي الخبرة في هذا المجال وناخد رأيهم يقول لنا إن القياس ده هيكون يتوفر روح صلاحية محتوى ولا لا. معايير الصلاحية بصفة عامة توجيه أسئلة عن حقائق معروفة، ونشوف والله هيجاوب بشكل صحيح ولا لا المستقصى منه يعني. والأسئلة العكسية بمعنى أنا أسأله سؤال في أول قائمة وفي آخر قائمة أسأله سؤال عكسي، نشوف هل هو يفطن إلى أن هذه الأسئلة عكسية ويجاوب عليها بشكل صحيح ولا لا. تاني نوع اللي هو الصلاحية الهيكلية، وهي مدى اتساق نواتج القياس مع النظريات الشائعة والمعروفة. إذا حصل إنها تتسق يبقى الاعتمادية متوفرة، لا تتسق يبقى الاعتمادية غير متوفرة. اختبار الواقعية، الواقعية سواء من ناحية الاقتصادية، ودي بنتكلم هنا عن تكاليف القياس ومدى ملائمتها لميزانية الباحث. الملائمة، توافر الملائمة يعني ايه؟ قائمة الاستقصاء تكون سهلة بعيدة عن التعقيد، استخدم كلمات واضحة ومحددة مع شرح المصطلحات الجديدة. القابلية للتفسير اللي هي الناس يقدروا يفهموا أداة القياس دي وترجمة الأوزان الوصفية إلى أوزان رقمية. ما ادلهمش أوزان وصفية وأنا ترجمها كمستقصي في ضوء دالة المنفعة الخاصة بي. بناء الأوزان يعني إيه بناء الأوزان؟ يعني تخصيص أوزان رقمية للقياس الوصفي للظاهر. يعني مثلا أوافق بشدة أدي 5 أو 3 إلى آخره. ما هو الوزن؟ ودي سؤال مهم جدا. الوزن عبارة عن بناء متصل من النقاط الوزنية يشتمل على حد أدنى، والحد الأدنى ده يشير إلى نقطة انعدام الوزن وهي صفر، وحد أقصى اللي هو يعكس أقصى تواجد للظاهرة. أساليب بناء الأوزان، في البناء الطبقي للأوزان. يعني إيه؟ يعني الأوزان تأخذ شكل طبقات وصفية، أوافق بشدة، أوافق لحد ما إلى آخره. عيوب هذا البناء الطبقي للأوزان، لما نيجي نترجمه الباحث بيترجم الأوزان الوصفية إلى أوزان رقمية أو كمية استنادا إلى دالة المنفعة الخاصة به هو، وهو ما يتنافى مع مبدأ الحيدة في بناء الأوزان. أخطاء التساهل، ممكن بعض المستقصى منه يكون متساهل أو في بعض الآخر متشدد في بناء الأوزان. في أخطاء النزعة المركزية هنا اللي هو مقاومة المستقصى منهم انهم يدوا الحدود القصوى للاوزان، وفي اخطاء التقليد بيقلدوا بعض. ده البناء الطبقي. البناء الحكمي للاوزان يعتمد على الحس والاحكام الشخصية. بنعمل قائمة بالاوزان الشيعة، نعرض القائمة دي على عدد من ذوي الخبرة والدراسة، نعتمد الاختيار الذي يحوز بقبول الأغلبية من الناس اللي عرضنا عليهم هذا البناء الوزني. البناء التجميعي للأوزان
بنستند إلى مجموع الأوزان اللي بيحصل عليها، وقد يكون هذا البناء خماسي أو سباعي، وفي أمثلة موجودة في الكتاب، كتاب متاح في مركز دعم الكتاب. العيوب بيكشف عن اتجاهات، لكن الاتجاهات دي قد لا تكون لها دلالتها. الأسلوب الأخير اللي هو أسلوب الدلالات اللفظية في بناء الأوزان، وهو أحدث حاجة وصل إليها العلم في بناء الأوزان. يعني إيه الدلالات اللفظية؟ يعني دلالة اللفظ على ماذا يدل اللفظ. عشان نوضح الدلالات اللفظية للأوزان، خلونا نبص كده للأوزان. لما بنيجي نقول الخريج ده جاب جيد جدا والخريج ده جاب امتياز، جيد جدا يعني إيه؟ يعني جايب ما بين 80% إلى أقل من 90%. إذن دلالة الوزن اللفظي انه بيبين فئة وزنية وليست نقطة وزنية في خط بناء الاوزان، واسلوب الدلالات اللفظية بهذا الشكل بيطالب ان تكون الاوزان في شكل فئات، وهذه الفئات متصلة مع بعضها بشكل يخلو من وجود نقط ينعدم فيها الوزن.